ازاي نرسم عين بالوان السوفت باستل. هنرسم دايرة ونقسمها نصين بالعرض ونصين بالطول، وهنرسم جواها دايرة اصغر تقريبا نص قطرة، وهنعمل قوسين واحد فوق وواحد تحت، بدايتهم ونهايتهم تقاطع الخط الافقي مع الدايرة. هدي الدايرة الصغيرة لون اللي هي النني، وهرسم قوس تاني موازي للقوس اللي فوق وواحد موازي للقوس اللي تحت، وهرسم الحاجب على حدود الدايرة، وبعد كده هسيح الالوان على الورق. هرجع اتقل على اوتلاين تاني والون بيض العين باللبني والاحمر. هعمل نقطه الضوء بالابيض وارجع اتقل على خطوطي واحدد شكل العين، كل ده باللون البني، وهزود لبني تاني ببياض العين، وحوالين العين هلون بالاكر والاخضر وسيح الالوان تاني. هبدا اتقل بالاسود واحدد اماكن الظل والمناطق الغامقه، وازود لساعات اضاءه بالابيض. اهم حاجه في الباستيل اننا نزود طبقات لون ما نخافش، لان كل ما زودنا الوان فوق بعض الرسمه بتبقى زاهيه وقويه. انا تقريبا بحط معظم الدرجات في البشره، بني وروز واكر وزيتي واخضر ومبيتي. الالوان بتندمج مع بعضها وبتدينا نتيجه اجمل في الاخر. عايز اعرف رايكم في الرسمه، قولولي تحبوا الفيديو الجاي يكون على المناخير ولا الودن.